يا جماعة، مع كتاب الجد أحمد. النهاردة أنا حصل لي اتنين ماتشين، الاتنين هما الاتنين جالي فيهم فاني مومنتس، عشان كده نتفرج على أول واحد. هو اللمبر شكله مكنش عارف يعدي، بس السؤال لسباركي عمل هنا، بس بسوموش مش بس بص اللمبر جاك الحتة دي أحلى حتة، ضرب روكت قبل ما يموت، ده كده كسبني. ده أنا اللي هو كول مان اللي هو الأستاذ هاكر. بس الماتش ده أحسن، انا زي فرانسيس كده فكنا احنا كنا حاملنا البندت. تاني كان هيرمي هناك جوبلين باري، راحوا عاملين لوك، السبارك ضربت وده عمل زب في الآخر. ده هنا فضل يضربه، مش عارف احنا ازاي كسبنا. لا ودي احلى حاجة فيها كيف مش تتوقع اللي حصل لنا. الركض اهو بيطير، ناقص وان على التاور، وان على التاور. وفي الاخر بدل ما انا كنت فاكر ان احنا هناخد التاور، لا انا خدنا الكينج تاور، وانا اللي عملت الزبعة على التاور بتاعنا. وكان ناقص ثانيتين وانا هو قلنا هو. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، مع السلامة.